عميد. كرة وخطأ يقول حكم المواجهة لمصلحة عناصر نادي مولودية الجزائر. الخطأ الثاني على التوالي بعدما شاهدنا الأول على الجهة اليسرى والثاني على الجهة اليمنى. هل ستأتي بالخبر السعيد؟ وصار الجهة اليمنى يا حرفوش يستعد وصعود عدد معتبر من لاعبي العميد في منطقة الهلال. الكرة مرفوعة بالراس. شهاب الدين لا يشبع. نعم شهاب الدين لا يشبع من اول كره ومن اول فرصه بعدما قلت ان الكره الثانيه على الجهه اليمنى. هل ستاتي بالجديد يا سليم يا شاب الله؟ نعم اتت بالخبر السعيد والصار لمصلحه نادي العميد. تعملق شهاب الدين وبالراس سعدان يحرك شباك صخري في اول اهدافات المباراه. يا سلام يا لالال على هاتي البدايه. بخوش العودة من هنالك لتواتي. تواتي رحموني خوضو هات. سالي علي مشري على طرف الايمن طلبها حرفوش. وسط كرة حرفوش يبحث عن التوزيعة. التوزيعة وصعبة وخطيرة. جو 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 بعدما ان قدم الاسيست الاول. ها هو حرفوش يعطي اسيست ثاني. الاول كان لسعدان والثاني لمن 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 لرحموني بالراس. يسجل ويحرك شباك صخري ويعمق جراح الى شلوم العيد بالهدف الثاني عند الدقيقه 21 من غماري الشطر الاول من هذه المباراه. يا سلام يا لالال على ابناء العميد.